السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير. معكم أخوكم ستان قطاري من موقع التقب الحدود. اليوم عندنا استعراض للهاتف محمول HTC Desire 820. هذا الهاتف يعتبر من أول أو أولى هواتف سلسلة HTC، تحمل معالج 6 أو 64 بت. المعالج اللي يحمل بداخله هو سناب دراجون من شركة كوالكوم 615، 1.5 جيجا هرتز و 1 جيجا هرتز على 8 أنوية. الذاكرة عشوائية عندنا هنا ممتازة مع هذا الهاتف محمول ذات الأداء المتوسط. الكاميرا الخلفية عندك 13 ميجا بكسل مع فلاش LED، والكاميرا الأمامية عندك هنا 8 ميجا بكسل. نظام البوم ساوند اللي هو نظام الصوت اللي راح يعطيك صوت ممتاز ما من خلال السماعتين المتواجدة في الجهة الأمامية. الشاشة الموجودة هنا كبيرة، واضحة أنها كبيرة، اللي هو 5.5 إنش، فبالتالي راح تأخذ على شاشة من فئة الهواتف اللوحية بدقة 720p. الهاتف حقق من خلال برنامج أنتوتو 21,000 نقطة، المعالج الجديد الخاص بشركة كوالكوم، فأتوقع أنه جيد نوعا ما. طبعا نظام الاندرويد عندك 4.4 المعروف باسم نظام الكيت كات على واجهة سنس اللي هو النسخة السادسة، واللي راح تسمح لك أن توصل عدد من الخيارات الموجودة. سماكة هذا الهاتف هو 7.7 ملم، وزن كامل له 150 جرام. طبعا الإزرار الموجودة هنا في هذا الهاتف هو عبارة عن زر تعكم مستوى الصوت، الزر الخاص بالطاقة، منفذ صوت 3.5 ملم، منفذ صغير للميكروفون. من هنا ما راح تشوف إلا منفذ مغلق راح يكشف عن الساعة الداخلية للهاتف المحمول والذاكرة الخارجية. فاحتمال انه راح يكون ايضا بنسخة مع شريحتين وبشريحة على حسب ما راح يكون متوفر في السوق او اي سوق موجود في العالم. الهاتف يحمل طابع البلاستيك اللماع، راح يكون متوفر بعدة الوان. هذا الشيء السلبي انه بلاستيك اللماع معناته راح تشوف بطمات الخاصة في هذا الهاتف المحمول. نشوفكم خير ان شاء الله، مع الف سلامة.